مبادرة دمج التوحديين بالمجتمع بمزرعة ريكاز، والتي تهدف إلى دمجهم من خلال عدد من الفعاليات والأنشطة التي تساعد في إشراكهم بالمجتمع. ويعد الدمج حق إنساني وأسلوب حضاري يكفل حياة كريمة لأطفال التوحد ويكسر حالة العزلة التي يعيشونها. احنا اول فريق يتكون من نفس أصحاب المشكلة نفسها، يعني كلنا يتكونوا من أهالي عندهم حالات توحد. اجتمعنا اليوم نقضي فيه يوم أسري جميل، معانا طبعا ناس شاركونا في الموضوع ده، نلعب نركب فيه خيل، نلعب سهام، نوزع ألعاب وجبات، نكون فيه نقضي يوم كامل فيه من بدايته لنهايته مع أبنائنا. الهدف من هذا الموضوع إنه إحنا ندمج أبنائنا التوحديين في المجتمع ونخليهم يأخذوا مكانتهم اللي هم يستحقوها، اللي هم أصلاً هي كانت لهم المكانة، ونجبر المجتمع إن هم يتقبلوا أبنائنا اللي أصبحوا الآن يعني يمكن نقول 50% أو 60% بدأ المجتمع يتقبلهم. بدأت مشروع اسمه Bread of Nature، خبز الطبيعة. المغزى من هذا المشروع إنه إحنا نعمل منتجات ومعجنات خالية من الجلوتين بالنسبة للناس اللي عندهم أمراض السيلياك ومرض التوحد، لأنه عندهم أمراض اللي عنده مرض التوحد إذا أخذ المنتجات اللي فيها قمح حيصير عنده فرط في الحركة، وبرضو من ناحية صحة الفم والأسنان إنه المادة الخالية من الجلوتين تقلل تسوس الأسنان. بنعاني في المجتمع من صعوبة في إنهم يندمجوا ويتقبلهم المجتمع كأنهم أطفال طبيعيين، لهم الحق إنهم يلعبوا ويخرجوا ويندمجوا. أهالي كثير يستغربوا من حركاتهم، في أي مكان بتروحي بتلاقي نظرات الشفقة أحياناً، وأحياناً نظرات إنه ليش بيخرج أو إنه طفل نشاز عن المجتمع. ناس كثير ما يفهموا إيش هو التوحد، هو اضطراب، يعني الطفل طبيعي في المجتمع. في أهالي كثيرة حابسين أولادهم بصفة أكثر، إنه ما بيخرج، مانعينهم من الخروج عشان إنه نظرات الناس، كلام الناس. هو طفل لي حقه في المجتمع طبيعي جدا. تختلف أعراض مرض التوحد من حالة إلى أخرى، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه يوجد تشابه وعامل مشترك في جميع حالات مرض التوحد، حيث أن الاضطرابات الذاتية تؤثر على قدرة الطفل على الاتصال بالبيئة المحيطة به وتسبب في عجزه عن التواصل معهم، غير أن المجتمعات والحكومات والجهات العلمية والتربوية والخيرية أصبحت أكثر وعياً في التعامل الأنسب مع ذوي التوحد، فأصبحوا أفضل كفاءة وأكثر إنجازاً. لقناة اقرأ، غدير الفايدي، جدة.